مع اليوم دكتور عمر بجخيف ماستر في روماتولوجي ريهابيليتيشن دبلوم اوف سبورت ميديسين فيزيوثيرابي بروفيشنال سيرتيفيكيت اوف جيرياتريك ميديسين اوستيوبروسيس. دكتور عمر اليوم نتشرف بك جميعا وسعيدين جدا 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 بحضورك, شرفنا احنا ونورتنا احنا. ما اطول عليك, المايك معك وخذ راحتك. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا دكتور محمد. بالنسبه لل الصوره مش طالع عليه, عفوا الصوره شوفها كويس. انت الان بيظهر عندك البرزنتيشن, الصوره شايفها واضحه. انا انت شايفها واضح, تمام. ايش صوره المحاضره واضحه جدا. طيب كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا الدكتور عمر بايخ ماستر روماتولوجي ريهابليتيشن. اليوم بالنسبة بنبدأ المحاضرة, هي عبارة عن جنرال برينسيبل اوفر فيو بعنوان ابروش تو ذا في البداية نبدأ بالأجندة بتاعت الليكتشر. Start to know pathophysiology of joint pain, to list common causes of joint pain, provide systematic approach to investigation and the differential diagnosis in patients with the joint pain, and describe diagnosis and treatment of the important joint problem. في البداية about the pathophysiology of the joint pain, فيها two terms is very important to differentiate it between inflammatory or not inflammatory is called arthritis versus arthralgia. Arthritis هي عبارة عن joint pain لكن associated with the inflammatory marker أو inflammatory criteria اللي هي swelling, tender, redness, limitation بالنسبة للjoint of motion and stiffness. بالنسبة للأرثرالجيا هي عبارة عن symptom characterized by joint pain, يعني المريض not swelling, يعني pain without swelling, وهذا بتعطينا احنا indicated ان الحالة not non-inflammatory. دكتور محمد كويس, امشي كويس كذا؟ دكتور كويس كويس, انا متابعك كويس جدا. طيب حلو. بالنسبة للباثوفيسيولوجي فيه بالنسبة للjoint pain بيقسمونه لثلاث اجزاء, intra-articular, extra-articular, and peri-articular. الجزئية intra-articular هي عبارة عن structure within the joint, يعني ان source of pain related to the joint, either joint capsule or pre-osteum and ligament or subchondral bone or synovium. بالنسبة للarticular cartilage ما بيذكروها هنا كثير بالنسبة للinterarticular pain بحكم انها ما فيها نيرف اندكس. الانترارتيكولار سواء كان انفلامتري ولا نان انفلامتري, الانفلامتري نحن كروماتولوجي هي الموست كومن, تكون عندنا روماتويد ارثرايتس نفكر فيها. النان انفلامتري الكل عارف انها الاوستيو ارثرايتس وهي عبارة عن ديجنرتيف بروسس. The picture determine the structure of the joint اللي هي خاصة بالintra-articular. فيها جزئيات توضيحية بالنسبة للligament, بالنسبة للenthesis, بالنسبة للمصل, بالنسبة للsynovial cavity, للبيرسال, الجوينت كابسول, تندن. لكن لو نحن بنصب التركيز بتاع الintra-articular فضروري نركز على السينوفيال ممبرين, نركز على الكابسول, نركز على السبكوندرال بون. بالنسبة للبيري ارتيكولر هي أي ستركشر راوند تو ذا جوينت, سواء كان البيرسا لو المريض عنده مثلا سوبرا باتيلر بيرسا, لو المريض عنده مثلا في التندن شيت في حالات الديكارفين سيندروم, الناس اللي بتشتكي من بين في الاوفر راديال ستايلويد بروسيس اوف ذا ريست, المريض مثلا شولدر بين وحصل عنده تندن والكومن هو السوبرا سباينيتس تندنايتس, مثلا المرضى اللي يحصل عندهم انتيسيس, يعني مريض عنده اكيلس تندن بروبلم,
في مرضى نسميهم نحن بالنسبة لنا الإصبع اللي هي السبونديلو أرثروباثي. النقطة الثالثة هي الريفيرد بين، وهي البين اللي بيحصل من مور ديستانت سايد، يعني مريض بيشتكي مثلا من شولدر بين والسورس حقه جول بلادر بروبلم. الجزئية بالباثوفيسيولوجي برضه جزئية انه هل الألم هذا مونو ارتكولر او اوليجو ارتكولر او بولي ارتكولر. المونو ارتكولر هو عبارة عن ألم او انفلاميشن يحصل في سنجل جوينت انفولف، لكن الاوليجو ارتكولر هو مصطلح يطلق من الألم او الارثرايتس اللي بتحصل اكثر من 1 جوينت الى 4 جوينت. البولي ارتكولر هي more or equal the 5 joints. ننتقل الى النقطه الثانيه الخاصه بالايثيولوجي اوف جوينت بين. هم بيقسموها على حسب السايت نفسه، على حسب النمبر. يعني لو افترضنا ان المريض مونو ارتكولر بين، هو على حسب الايتيولوجي، يعني اذا كان مثلا المريض حصل له تروما فشيء طبيعي ان احنا ممكن ان يكون ميولنا ان المريض ممكن يكون عنده فراكشر. الاصحاب السبورت ميديسين او اصحاب الاثليتس، الناس اللي بيعملون اوفر او اكسسيف راني، بيحصل عندهم اوفر يوز او حاجه بيسمونه اوفر يوز تريننج. تمام، ان المريض يعني المريض بيعمل تريننج ويعني اكسسيف وذاوت بينفيت، يعني ما بيستفيد منها. النقطه الثانيه هي الانترنال ديجرانجمنت اور انتر ارتيكولار تروما. المريض اللي بيحصل له تروما سواء كان المينيسكس بروبلم، يعني مريض حصل له تروما وهو عامل فليكشن للني وعمل لها انترنال روتيشن فيجي يشتكي من لوكينج من جيفينج واي، فنحن في هذه الحاله نركز على المينيسكال بروبلم، وبالتالي بيحتاج الى الايفالويشن وكان هيستوري واكزامينشن وانفستيجيشن. النقطه الثالثه هي خاصه بالسيبتيك ارثرايتس، سواء كان بكتيريال سواء كان فانجال سواء كان فايرال سواء كان باراسايت، وهذه الجزئيه هي كلينيكالي تشخص بالاكزامينشن او بالاسبيريشن، تعمل المريض اسبيريشن وتعمل له اناليسس وتطلع الديترماين للتايب اوف ذا انفكشس. الجزئيه هي خاصه بالرياكتيف ارثرايتس، هو تايب من السيرو نيجاتيف ارثرايتس، يتميز له مميزات كلينيكالي ما بنخوض فيها، لكن هي واحده من التايب اوف مونو ارتيكولار بين. كريستال انديوس ديزيز الكل عارفه هو الجاوتي والسودي سيدو جاوت. بيدي ارتيكولار سيندروم هي خاص بالبيرسايتس بالابيكوندلايتس. الابيكوندلايتس هذه اللي هو كومن الان هو التنس البو. الفيشيايتس برضه كومن الان بالنسبه للبلانتر فيشيايتس تحصل عند الفيميل والاوبيس والويت بيرنج والتندنايتس والتينوساينوفايتس. دي بعض الكومن بعض الانكومن كوزز حق المونو ارتيكولار بين، هي الافاسكولار نيكروزس. احنا بالنسبه لنا في الروماتولوجي بتكون كثير بنشوف الحالات. ليش؟ لان احنا بنستخدم الكورتيكوستيرويد بشكل كثير، او المريض الهيماتولوجي اللي بيشتكون من السيكل سيل انيميا وحصل له الكومبلين فدائما يحصل المونو ارتيكولار بروبلم. النيروباتيك الشاركوت جوينت هو ديزيز يحصل بالنيرف، دائما يحصل لاصحاب الديابيتس. المرضى بيكون دائما عنده في الايرلي ستيج بيشتكي من بين، بعد فتره البين بيختفي، فالمريض مجرد انه يعمل ماينر تروما بيحصل عنده فراكشر فلها كاركتر معينه. الاوستيوارثرايتس وهو الكل عارفه، الاوستيوارثرايتس كديجنراتيف ديزيز. الاوستيومالايتس اللايم ديزيز، الباجيت ديزيز. الباجيت ديزيز بالنسبه لنا يعتبر تايم من الميتابوليك بون ديزيز، جزئياتهم مثل جزئيات الاوستيوبروسس الاوستيوماليشيا.
والتيومر. بالنسبة للبولي أرتيكولر جوينت بين، ألو ألو دكتور، سامعينك دكتور محمد، الصوت واضح جدا دكتور، سامعينك كويس دكتور، سامعينك كويس كده كويسين ماشيين ولا في ملاحظات؟ لا لا كويس، انا ما في اي، ما فيش اي ملاحظة وصلتني، امور كويسة جدا وشايفك كويس جدا ما شاء الله، الله يكرمك يا رب. بالنسبة للأنظر بين اللي هو البولي أرتيكولر بين، زي ما قلنا البولي أرتيكولر هو يشمل بين يحصل في جوينتس سواء كان خمسة أو more than five joint. في جزئيات بالنسبة للأكيوت أو الكرونيك بولي أرتيكولر. الأكيوت بولي أرتيكولر أرثرايتس غالبا نحن المريض اللي بيشتكي سواء كان عنده روماتويد أرثرايتس كيس وحصل لها فلير، يعني حصل لها اكتيفيتي، صدن اكتيفيتي، بنطرحها في اطار الفلير اوف روماتيك ديزيز. انفكشوس ديزيز، انفكشن ديزيز يقول فايرال، وهذا تخص في الديفرنشال دايجنوسيس. بالنسبه للديوريشن، يعني لو افترضنا ان مريض جاي بارثرايتس لكن الديوريشن حقه less than 6 week، فنحن نركز في الروماتويد. الروماتويد غالبا من ضمن الـ ACR كريتيريا انه الديوريشن حقه يكون اكثر من 6 ويك، لكن الفايرال البربو فايروس مثلا الديوريشن يكون اقل من 6 اسابيع، وبالتالي نحن نركز انه ممكن يكون فايرال فما بيحمل الكريتيريا. الكرونيك بولي ارتيكولار ارثرايتس ان ادلت از ذا موست اوفتن ديو تو فالوينج روماتويد، يعني مريض روماتويد ارثرايتس الكل عارفه هو كرونيك ديزيز اوتو اميون، لكنه كرونيك يعني المريض ممكن يعمل ريميشن للكيس لكن بيمشي على علاجات معينه، جازو جاز الديابيتس، جازو جاز الهايبرتنسيف. اهم ما يهم اصحاب الروماتولوجي كسبيشاليست هو الريميشن للكيس. الثاني هو الاوستيوارثرايتس، هو ديجنراتيف ديزيز والكل عارف ان الاوستيوارثرايتس ما فيش بس تريتمنت يعني يعمل نهائي للحاله الاوستيوارثرايتس، يعني سواء كان فارما نون فارماكولوجيكال ولا فارماكولوجيكال ولا سيرجيكال، فالجزئيه هذه بتعتمد على الكيس نفسها. بالنسبه للكرونيك بولي ارتيكولار ارثرايتس اللي خاصه بال شايلد اللي هي الجوفينايل ايديوباتيك ارثرايتس، بصراحه هنا بنشوفها كثير وبياخذوا علاج قريب من علاجات الروماتويد ارثرايتس، لكن جزئيه ان هم بيفرقوهم على اساس انه لس ماركت دامج ولس انستابيليتي بالنسبه للجوين. دكتور عمر الصوت اختفى من عندك انت الان رجع اي كويس. اي كويس الحمد لله. الان بنبدا في صلب الموضوع زي ما يحب الدكتور محمد طبعا، وبنبدا بالابروش. هي جزئيات الابروش، هي نبدا بالهيستوري، وغالبا الهيستوري بنركز على النقطه المهمه في عنوان المحاضره هو البين. نحن بالنسبه للبين، بالنسبه لنا كروماتولوجي بمجرد الهيستوري اقدر اعرف ان البين هو انفلاماتوري جوينت بروبلم او نان انفلاماتوري جوينت ديزيز. بالنسبه للانفلاماتوري جوينت ديزيز هو دائما بيبدا في الريست، تمام؟ الورس حقه يبدا بيجنج ذان ات ذا اند اوف ذا يوزنج، يعني المريض الانفلاماتوري جوينت بين بيجي بيقول لك يا دكتور انا بشتكي دائما مثلا من الم في الايدي او الم او لو باك بين. مجرد انك تساله هل الالم عندما ترتاح بيزيد او بيخف، مجرد انه يقول لك الالم بيزيد عند الريست فانا بيروح ميولي ان
المشكله هي انفلاماتوري ومحتاجه انه يعمل احتياطات للعلاجات. النون انفلاماتوري جوينت ديزيز وهو الاشهر عندنا هو الديجنريتيف ديزيز اللي هو عباره عن ميكانيكال لود حصل على الجوينت، والمريض مجرد انه بيمشي بيحصل فريكشن للتو بون توجذر. فالمريض اول ما بيمشي بيقول لك يا دكتور انا بحس بالالم اكر ميلي اور اونلي ديورنج موشن. هو امبروف كويكلي وذ ذا ريست صعب الاوستيوارثرايتس، وخصوصا هو بيحصل في الاولد ايج. فمجرد ان المريض او الشخص بيجلس بيحس ان الالم خف بالنسبه له. يعني البيشنت وذ ادفانس ديجنريتيف ديزيز يعني الاوستيوارثرايتس هي تحصل في الهيب سواء كان سوبيريور او سنترال، تحصل في السباين، الكل بيكون شاف الحالات كثير. اني هو الموست كومن يعني انتم باذن الله تعالى اول ما تخرجوا ويجلس الواحد في العياده بتجي حاله له يعني ني بين بشكل كثير يعني. وفي النهايه انت بتعمل لها الكومبليت للجنرال هيستوري والاكزامينيشن والانفستيجيشن وتبدا التريتمنت. يعني الاستفنس، جزئيه الاستفنس، الاستفنس هي عبارة عن يعني المريض بيحس بتايتنس يعني بيحس بشد موجود للجوينت بعد يعني مرات بعد المريض ما يجلس. يعني أصحاب الروماتويد أرثرايتس أو أصحاب الأوستيو أرثرايتس بالجزئية الاستفنس، جزئية الاستفنس دائما تحصل بعد بيريد أوف إن أكتيفيتي. تمام، الاستفنس هي سواء كان انفلاماتري او نون انفلاماتري. نحن في الغالب في الروماتولوجي بنركز على الانفلاماتري ارثرايتس. هو دائما يحصل عندهم استفنس ات ايرلي مورنينج، بس الاستفنس اللي بيحصل دائما مع اصحاب الانفلاماتري ارثرايتس دائما يعني بيعدي الساعه يعني ات ليست 1 اور. يعني نحن بنفسي بنركز على معلومات او كلمات من المريض وبنعتمدها بالنسبه له. يعني مجرد ان تقول له انت بتحس الاستفنس هذا كم وقت، يقول لك لا يا دكتور انا بحس مثلا ساعه، خلاص انا بفك الان في الانفلاماتوري من ضمن الهيستوري كمعلومات انا بكملها مع بعض واقول له انفلاماتوري. لكن اصحاب الاوستيوارثرايتس اللي هي الديجنريتيف ديزيز هي عباره عن ميكانيكال ارثرايتس تند تو occur after resting or stiffness will last after few minutes. يعني مثلا المريض بيشتكي من stiffness هو few minutes يعني مثلا ما يتجاوز الربع ساعة. في هذه الحالة أنا أفكر في degenerative disease. جزئية السويلينج، السويلينج دائما هو سواء كان يعني اصحاب الانفلاماتوري ارثرايتس غالبا يكون في ماركد سويلينج، يعني في سويلينج موجود. يعني مجرد انك تعمل اكسبوجر للجوينت وتعمل بتسال المريض سواء كان بالهيستوري بيقول لك لا يا دكتور في 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 ورم فعلا. وهذا غالبا الجوينت سويلينج دائما يكون مع السينوفيل هايبرتروفي سواء كان سينوفيل فيوجن. التجريب بالنسبه للجوينت هذا بتقدر تحدده بالاكزامينيشن. في النون انفلاماتوري ارثرايتس دائما بيحصل ان الاوستيوفاي يعني هو عباره عن بوني اوت جروث اد بون. يعني لو افترضنا مريض اوستيو ارثرايتس في الني وبيجي بتسال المريض طيب عندك ورم، يقول لك لا يا دكتور ما فيش ورم. هذا تعطينا احنا انطباع اكثر ان المريض يكون عنده نون انفلاماتوري ارثرايتس. طيب يا شباب هذا الحاله ايش برايكم؟ يعني الو معك دكتور. ممكن جميع يجاوب على الشات. طيب كويس. طيب في عندنا اجابه من ساره تقول جاوت. طيب كويس جدا. شوف الاجابات الثانيه، إجابة من زين لبغازي أي سوق أوت. طيب حنمشي وفي الإكزامينيشن حنتطرق لها بشكل أوضح يعني. أوكي.
بالنسبة في الهيستوري هو limitation of motion، يعني إنه المريض يحصل عنده loss of joint motion، سواء كان ب structure damage، ب inflammation، ب contractor of the joint soft tissue. المريض يعني أصحاب systemic sclerosis أو scleroderma بيحصل عنده contractor مثلاً في الهان، فمجرد إنك تسأل المريض بيوصف لك وصف إنه فعلاً عنده contractor. نجي إلى جزئية الويكنس. جزئية الويكنس يا أطباء، نحن بالنسبة لنا كروماتولوجي هي الكل عارفها، هي ويكنس هي عبارة عن muscle strength حصل لها decrease، سواء كان الراوند arthritis joint نتيجة disuse of the atrophy، يعني مريض حصل عنده arthritis وبالنسبة مثلاً للني، فالمريض ما بيحركش المفصل على اساس انه خايف من الالم، وهذا مع الفتره من الزمن بيحصل عنده اتروفي، سواء كان للكوادريسبس ماسل او سواء كان للهامسترينج ماسل، ومع الايام بيبدا بتظهر الوصف حقه فوصل ستيفنس. فعلا نحن بالنسبه لنا كروماتولوجي بنشوف هل البكنس هذا في الم، فدائما كان عندما يكون الويكنس مع بين دائما نقول خلاص سكتد او سجستد ان يكون مريض مسكول سكيليتال كورس، سواء كان ارترايتس سواء كان تندنايتس. لكن لو حصل عند المريض ويكنس فقط لا نركز، ممكن يكون عند المريض مايوباثي نيوروجينيك كوز. تمام، هنا كاتب جزئيه في المانيفستيشن انكلود ديكريز جريب سترينت ديفيكولتي رايزنج فروم تشير اوف climbing stairs، يعني هنا بيتكلم على جزئية خاصة بالexamination، إن المريض اللي ما بيقدر يرفع يده فوق رأسه، نفكر في supraspinatus tendinitis، المريض اللي عنده patellofemoral syndrome كchondromalacia يحس صعوبة مثلاً، يوصف لك يقول لك دكتور أنا بحس من كثر الضعف طلوع الدرج ونزول الدرج صعب يعني. دكتور محمد الأمور طيبة؟ الو 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 محمد دكتور محمد الو 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 بالنسبة لحاجة بيسمونها التمبرال بين، تمام، بالنسبة للتمبرال باترين اوف ارثرايتس، يعني انه الالم عفوا دكتور صارت لي مشكلة تقنية ان شاء الله في مشكلة ميغراتوري، يعني ميغراتوري ايش معناه؟ بس حصل عندي مشكله في الجهاز شويه، ان شاء الله ما حاجه حصل. اما الامور طيبه امشي كويس؟
لا لا أسامة صوتك الآن كويس، بس أنا شوي اختفى الصوت عندي، انقطعت صار الآن رجع كويس. طيب كويس. بالنسبة للتمبرال باترن أوف بين، يعني البين بيقسمون لثلاث بالنسبة لنك روماتولوجي. هل هو ميغراتوري بين؟ الميغراتوري بين انه الم البين ستارت انيشال في وان جوينت، تمام، وحصلت تو ذا انذر سايد، مثل اصحاب الروماتويد او روماتيك فيفر. اصحاب الروماتيك فيفر دائما من ضمن الكريتيريا اللي في جونز كريتيريا هي البولي ارتيكولا، لكنه هو ميغراتوري. البين الثاني هو الم بيسمونه انترميتنت. انترميتنت ايش معناه؟ معناه انه الالم اون اند اوف، يعني الالم بيظهر وبيختفي. يعني اصحاب الجاوتي ارثرايتس، جاوتي ارثرايتس غالبا يكون الالم حقهم بيجي بيروح، يعني مجرد ان المريض يتعرض للريسك فاكتور بيبدا يشتكي من اعراض بتاعت جاوتي. مجرد ان المريض يحصل سواء كان والتريتمنت او ريسولف سبونتينيوس بيروح الالم بدون ما ياخذ اي علاج، بيرجع نفس السايت. او اصحاب حاجه بيسمونها عندنا في كديفرنشال دايجنوزس يسمونها بالندرومك روماتيزم، يعني هو اكيوت اتاك اوف سيلم لينكد ارثرايتس، بيشبه الروماتويد ارثرايتس لكنه بيظهر بمانيفيستاشن نفس المانيفيستاشن ل بتاعت الروماتويد ارثرايتس، نفس المانيفيستاشن حق الجوت، لكن بيتفرقوا الانفستيجيشن. الجزئيه الاديتيف انفلاميشن ايش معناه؟ معناه انه بين initially start في few site أو few joint، ومع الـ over time حصل لها للـ other site، مثل حاب الروماتويد أرثرايتس. يعني مريض بيجي بيشتكي من الألم، بعد فترة بتكون خلاص الأمور اكتملت عنده، الكريتيريا اكتملت كسيمتريكال بولي أرثرايتس في الـ small joint of both hands وكذا. بعدين بيعتمدوا في جزئيه معينه بالنسبه للهيستوري، بتعرف انه هل هو اكيوت ولا كرونيك. كجنرال برينسيبل في الاكيوت انه دائما يحصل ليس دان 6 ويك، لكن لو الالم حصل عند العيان وتعدى 6 ويك لا، في هذه الحاله نطلق عليه كرونيك بين. في بعض الكتب بتعطي جزئيات معينه كمور ديتيل انه اكيوت سب اكيوت والكرونيك، مثل في حالات اللو باك بين انه يتعدى مثلا 3 مانث، بعد 3 مانث الى 6 ويك، لا 6 مانث عفوا، بعد 6 مانث يعني. لكن ان جنرال هي اكيوت وكرونيك تعتمد على 6 ويك. السيمتريكال اوف جوينت دكتور صوتك اختفى. دكتور عفوا دكتور عمر صوتك اختفى. انفولفمنت يعني السيمتريكال واسيمتريكال، في مصطلحات دائما نحن بنكررها كتخصص هي سيمتريكال واسيمتريكال. السيمتريكال ايش معناها؟ الو الو الان رجع كويس. انا تواصل واصل دكتور، بس هو انقطع شويه ورجع. طيب كويس. بالنسبه للسيمتري اوف جوينت انفولفمنت، سيمتريكال ارثرايتس دائما الانفولفمنت يحصل في السيم سايد او السيم جوينت ان ذا ايتش سايد اوف ذا بودي. اصحاب الروماتويد ارثرايتس دائما من ضمن الحاجات اللي نحن بنتقيد بها ان المريض يكون عنده سيمتريكال، او اصحاب السيستميك لوبس، يعني دائما يكون المرضى يجون بارثرايتس سيمتريكال، سواء كان سيمتريكال في الجوينت نفسه او سيمتريكال في السايد، يعني في الليمب. يعني الاسيمتريكال هو بيحصل بمانيفستيشن، هي مانيفستيشن مختلفة. يعني لو أخذنا البي آي بي في البوث هان، أو أخذنا مثلا بالنسبة للني كميديال كومبارتمنت واللاترال كومبارتمنت، لو اختلفوا يعني بالنسبة للمانيفستيشن نعتبرها أسيمتريكال. نحن بالنسبة لنا في الروماتولوجي كثير بنركز عليها في السيرو نيجاتيف أرثرايتس، سواء كان سورياتيك أرثرايتس، سواء كان رياكتيف أرثرايتس، سواء كان اللايم أرثرايتس. الديستريبيوشن أوف أفكتد جوينت، يعني لو المريض جاء عندك إلى العيادة بيشتكي من ديستال انترفالينجيال جوينت بروبلم،
هي لكل قاعده شواذ، لكن ان كومن نحن بنركز مثلا في الاوستيوارثرايتس، يعني مريض الدي اي بي الديستال انترفالنجيال جوينت بالنسبه للهان نركز في الاوستيوارثرايتس. ممكن يكون سورياتيك ارثرايتس ممكن، لكن سورياتيك ارثرايتس في الغالب يحصل عنده انيل شينجز، لكن وهذه الديستال انترفالنجيال جوينت غالبا تكون سبير في الروماتويد ارثرايتس. يعني يجوا لي ان الديستال انترفالنجيال جوينت وياك المريض للعياده وبيشتكي من الام موجوده في مفاصل اليد الطرفيه، اركز في الرومات في الاوستيوارثرايتس اكثر ما اركز في الروماتولوجي. بالنسبه لو المريض جانا بيشتكي مثلا كديستريبيوشن لللمبر، لا هنا في الحاله انا افكر مثل كروماتولوجي في السيرو نيجاتيف مثل انكيلوزنج سبوندلايتس. لو المريض نحن بالنسبة لنا في الجزئيات إن الروماتويد أرثرايتس not common أو very rare، أو إنها تحصل في المريض بيجي بيشتكي من low back pain related disease. محمد تمام؟ واضح جدا دكتور، واضح جدا، سامعك كويس. طيب بالنسبة لل extra articular manifestation هي الكل عارفها كونستيشنال سيمبتومس، مثلا المريض اللي عنده مثلا فتيق، المرضى لاصحاب السيستميك لوبس اريثروماتوزس دائما يكون الفتيق عندهم بروبلم ويجي بيشتكي منها مرات بشكل يعني متعب بالنسبه له. يعني السكن ليجن اصحاب مثلا الروماتويد او اصحاب السيستميك لوبس اريثروماتوزس المريض دائما بيجيك بمانيفستيشن كملل راش. الاسكليروديرما مثلا بيجيك المريض بنفس الكريتيريا اللي بيشتكي منها. السورياتيك ارثرايتس مريض كسورياسيس يعني كسكن مانيفستيشن، يعني سيلفر سكين ليجن زي ما يعرفها الكل، لانه جزئيه انه السورياتيك كسكن بيبدا قبل الارتيكولار بروبلم بفتره، وفي هذا الحال بيعطيك انطباع لو المريض حصل له عنده سيرياتيك بروبلم كسكين مانيفستيشن وبعدها بدا يشتكي من الارتيكولر، لا نفكر في السيرياتيك ارثرايتس ولها تايب، يعني فيها فور تايب فما بنخوض في الديتيل بتاعها. الاوكولر سيمبتومس بتخص يعني مثلا لو افترضنا ان العيان عنده روماتويد ارثرايتس وخش عندك في العياده وبيشتكي من اي بروبلم، لو كان عنده روماتويد ارثرايتس لا افكر في حاجات جزئيات مثلا في الروماتويد في الاي مثل سكلرايتس. لو المريض انكيلوزنج سبوندلايتس لا افكر في اليوفياتس اكثر. لو المريض رياكتيف ارثرايتس لا افكر في الكونجكتيفايتس، عشان الرياكتيف ارثرايتس الكل عارفها التريد حقها اللي هي يكون سيرو نيجاتيف ارثرايتس نو سبيسيفيك يوريثرايتس وكونجكتيفايتس. يعني محمد تمام؟ الو دكتور واضح، بس هو في سؤال تبغى اسالك اياه الان او بعدين؟ ولا خلي اسئله كلها نجمعها بعدين، الاسئله كلها افضل. ايوه افضل، خلاص اوكي حاضر. بالنسبه في تمام، بالنسبه للجزء الثاني من الابروش هو الفيزيكال اكزامينيشن. الكل عارف ان المسكولوسكيليتال اكزامينيشن هي اللي بتستنكويش جوينت انفلاميشن فروم جوينت دامج. جوينت دامج يعني يقصد بها مثلا ديجنراتيف جوينت ديزيز. المريض اللي اصحاب مثلا الروماتويد ارثرايتس بيجيب انفلاميشن واضح، يعني الساين اللي ذكرناه يعني كارثرايتس، يعني بيجي بيشتكي لك من سولينج ريدنس والهوتنس ليميتيشن اوف موفمنت. لكن اصحاب اللي يدخل لك عندك العياده وعنده اوستيوارثرايتس من مشيته كو كان يمشي انتالجي جيت او يمشي ب ستيفني جيت، فمجرد انه انت تفكر في الاكزامينيشن ما بتفكرش كثير انه ممكن المريض يكون عنده الساين اللي انت بتشوفها كارثرايتس كانفلاميشن. يعني هنا كاتب it can also help reveal the site of musculoskeletal involvement example synovitis, enthesitis, tenosynovitis, bursitis and distribution of joint involvement.
في بعض الحاجات اللي ممكن كجزئيات في الاكزامينيشن. احنا عاده في الاكزامينيشن في ثلاثه تيرم دائما بنذكرها، وكان دكتور خالد بعيس الله يذكره بالخير كان دائما بيذكرنا عليها، هي لوك وفيل وموف. فاللوك زي هذا الحاجات، يعني مريض الملل الراش واضحه، المريض الجاوتي ارثرايتس، مريض كونجكتيفايتس، مريض سورياتيك ارثرايتس وعنده نيل بروبلم، او المريض اللي هو نديول في حالات الروماتويد ارثرايتس. هنا كاكزامينيشن كمسكولوسكيليتال اللوك والفيل والموف، اللوك بتنظر كانسبكشن، يعني ما عندك اي خيار، يعني المريض خش عندك العياده بتعمل له جنرال اكزامين، جنرال اكزامينيشن بتبص عنده مثلا الملل الراش، مريض سورياتيك ارثرايتس بتبص عليها، مريض عنده سويلينج بتشوف الريدنس. لكن الفيل لا، انت بتفحص المريض هنا الفيل، يعني المريض بيتعرض لإكزامينيشن من قبلك، سواء كان باسيف ولا اكتف موفمنت. باسيف موفمنت انه انت بتعملها للمريض، الإكزامينر او الاكسترنال فورس، يعني باي بغض النظر يعني باكسترنال ماتيريال. يعني الاكتف هو المريض بيعملها، يعني سواء كان اكتف اسيست او اكتف ريسيست او اكتف بشكل عام. يعني هنا بيتكلم على الكريبتاس during active or passive range of motion. الكريبتاس يا شباب هو عبارة عن sound بتنسمعه سواء كان في البون، يعني مريض osteoarthritis وعملت له knee movement بتسمع sound، هي كريبتاس sound. لكن بالنسبة للjoint كريبتاس ايش معناه؟ معناه انه اللي انت بتوضع يدك مثلا لو عايز تفحص الشولدر نفترض كإكزامينيشن، تطرح يدك على الشولدر وتعمل سواء كان فريكشن ولا اكستنشن ابدكشن ادكشن، لا في هذه الجزئيه بتخص كجوينت كريبتس. الانستابيليتي سواء كان الهايبر موبايل بروبلم وانت تفحص، يعني مثلا تفحص الني فبيحصل عنده هايبر اكستنشن، لا تفكر ان المريض عنده انستابيليتي وياخذ احتياط وايش الاشياء اللي بيشتكي منها. الجوينت ديفورميتي انت بتفحص المريض سواء كان عملت له فليكشن ولا عملت له اكستنشن، بتحس انه في ليميتيشن، في ما فيش ليميتيشن، يعني المريض سبلكسيشن اصحاب الروماتولوجي. مثلا لو افترضنا ان حاله عندنا سيستميك لوبس اريثروماتوزيس، من ضمن المسكولوسكيليتال مانيفيستيشن في حاجه بيسموها جاكودز ارتروباثي، يعني حصل سبلكسيشن في الام سي بي فينجر، يعني سواء كان من السكند للفيفت، فتحس المريض عنده النر ديفيشن بغض النظر ان هي كوركتبل ريفيرسبل ريفيرسبل عفوا ونن ايروزيف، لكن هي تدخل في جزئيات الجوينت ديفورميتي. دي يا شباب ايش ممكن حد يعمل لنا ديسكرايب على الانكل بروبلم الان كانسبكشن، و لو كانت واضح الصوره. الصوره واضحه علي، اشوف الشات الان. عادي شباب، فيل تو بارتيسيبيت، يعني كلنا نتعلم هنا، ما في اي مشكله. ايوه كلنا يا شباب، كلنا طلاب علم، نحن بندرس دكتوراه لكن طلاب علم. طيب شكلهم مستحيين هم دكتور. شوف there is erythema and redness and like ecchymosis around the ankle joint. هذا ماي اللي أشوفه أنا من الصورة. أي كويس جدا. أشكرك. دي خاص سلايد خاص بالرينج أوف موشن، تمام. نحن بالنسبة لنا كرينج أوف موشن بنقسمه لا هل هو فيسيولوجيكال ولا هل هو أناتوميكال. نحن دائما في الفيسيولوجيكال رينج أوف موشن بنركز على المصل، لكن في الاناتوميكال رينج اوف موشن بنركز على الجوينت. يعني بالنسبه للباسف انه هو الحركه للمصل اللي بتعملها، يعني
لكن بالنسبة للأناتوميكال لا، بيقول لك إنه أنت جزئيات هي يعني بشكل ديتالي بتفصل سبورت ميديسن، ما بنتطرق لها الآن. لكن الأشياء المهمة نحن بالنسبة للرينج أوف موشن، إنكريز رينج أوف موشن لا بيعطينا انطباع أن المريض عنده انستابل بالنسبة للجوين. لو المريض عنده ديكريز للرينج أوف موشن، يعني مثلا الشولدر عندنا وجيت تعمل له إكزامينيشن، عملت له أبدكشن، لا حسيت عنده أنه المفروض يعملها مثلا ل 90 درجة تمام، عشان تفحص مثلا لمصل معين لا عملها على 60 درجة، لا نفكر انه هنا ممكن يكون عند المريض بروبلم مثل الكابسولار فايبروسيس. كابسولار فايبروسيس هي الادهيسيف كابسولايتس او ما يسمونها فروزن شولدر، يعني الكابسول بالراوند شولدر بيحصل انفلاميشن، وبعد فتره بتمر بثري ستيج مثلا كفريزين كفروزن كثاوينج فيس، وبيحصل عند المريض ليميتيشن، يعني غير ان المريض يعمل ابدكشن واكسترنال روتيشن لا بيحس بالم، بيحصل ليميتيشن. يعني هذه الجزئيه انه كفروزن شولدر انه انت سواء كان بالاكتف ولا بالباسف لا في ليميتيشن، بعكس الروتيتر كف. الروتيتر كف لا مجرد ان المريض بيعملها بيحس بألم، لكن انت بتعملها لا الألم بيخف كثير. يعني دي خاصة كانسبكشن، دي الحالة اللي هي الهاند وفي اللاترال فيو، هي عبارة عن كيس اوف روماتويد ارثرايتس اللي هي سوان نيك ديفورميتي، اللي بجنبها هي عبارة عن ألنر ديفيشن اوف ذا هاند، وحصل عند المريض كرونيك سويلينج موجود في الريست حسب الصوره. الحاله الثالثه اللي هي في الاخير هي عباره عن جاكودز ارثروباتي، هذا اللي بنتكلم عليها في حالات السيستميك لوبس ريثروماتوزيس، يحصل عند المريض ديفورميتي. الديفورميتي هو كوركتابل ونون ايروزيف وريفيرسيبل، ويحصل في السكند تو فيفث ميتا كاربال فالينجال جوينت. دي بعض التست اللي بنستخدمها في الروماتولوجيكال كلينيك. الحالة اللي بيفحص فيها الباتيلا كباتيلر في 3 تست، في بالغ تقريبا اسمه بالغ تست، وفي بالتمين تست، وفي الباتيلر تاب، يعني بيقيسوا الافيوجن الموجودة في الجوينت. الحالة اللي بجنبها هي اللي بيفحص الني، مريض عنده ني بين كاثليتس او بغض النظر انه يكون رياضي ولا مش رياضي، جاء بيشتكي من ني بين، تعمل له الفحص هذا اللي يسمونه الانتيريور دراور تيست عشان تبين هل عنده انتيريور كريشيات ليجامنت بروبلم ولا لا. الحاله الثالثه تيست بيعملونه على السوبرا سبايناتس تندن يسمونه نيرز ساين. الحاله الاخيره هي الفالين تيست. حق ايش يا شباب الفالين تيست؟ شوف الشات. شباب فالين تيست اللي ما سمع الدكتور، فالين تيست وتنل تيست. عشان for sake of time for carpal tunnel دكتور، carpal tunnel syndrome. أي كويس كويس جدا. لا تمام مركزين. لا معك بس هم يتأخرون في الكتاب الآن بتوصل بعد ال. ما في شيء مشكلة إن شاء الله. بالنسبة للinvestigation يا شباب general rheumatological disease نحن بنركز على بعض الجزئيات عامة. تمام، في جزئيات خاصة. جزئيات العامة ان احنا بنعمل مثلا السي بي سي كهيماتولوجي، يعني بنشوف ان عند المريض مثلا ليكوسايتوز، عند المريض انيميا، عند المريض مثلا ثرومبوسايتوزس، عند المريض ثرومبوسايتوبينيا. تمام، نفحص الحاجات الكبايوكيمستري مثلا في السيري اكتيف بروتين او في الهيماتولوجي كاي سي ار اللي هي سعر عفوا.
الإيسار والسيراكت بروتين نحن في الروماتولوجي تقريبا ما بتدخله أي مريض ما بنكتب له أي إيسار وسيراكت بروتين. لكن الكل عارف الإيسار هو ماركر للإنفلاماتوري بروبلم، لكن هو سينستيف، يعني مجرد أن المريض بيحصل عنده، حتى لو حصل عنده أنيميا بيزيد الإيسار. تمام، عشان كذا في الروماتولوجي مش كثير بيركزوا على الإيسار إلا برينج معين. يعني فيه احنا كانوا بيعلمونا انه اليسار عشان نعرف النورمال رينج بتاعه بالنسبه للميل بيعملون الايج على 2، بالنسبه للفيميل بيعملون الايج زائد 10 على 2، دي بتطلع النورمال. لكن هو الكل حاجه فاريانت يعني، لكن كنورمال اليسار بيزيد في حالات الانفلاماتوري بروبلم والكل عارف. لكن أكثر ما يركزوا في حالات الفلير، في حالة الأكتف ديزيز بيركزوا على السيرياكتف بروتين. ليش بيركزوا السيرياكتف بروتين؟ عندما يحصل انفلاميشن في الجسم بشكل عام، الليفر بتفرز السيرياكتف بروتين، دي بتفرزه وبيزيد في خلال 6 أور، يعني خلال 6 ساعات الأولى من الانفلاميشن بيزيد السيرياكتف بروتين إلى درجة أنه خلال يومين من الانفلاميشن بيكون البيك بتاعه، البيك ليفل. مجرد انك تعطي تريتمنت بيحصل له ديكريز، عشان كده بيركزوا عليه. يعني كمونيتور للريسبونس للكيس بيعملوا سيري اكتيف بروتين. ان شاء الله افتهمت الجزئيه دي، لان جزئيه مهمه بالنسبه لكم يعني. واضح دكتور. بس دكتور، هو فيه موضوع اللي صار ولدي، هو في العاده يكون في اللوب بس السي ار بي نيجاتيف، صح؟ في العاده واللي صار هاي. أيوة هذا أيوة 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 نعم. نعم هذا شيء ثابت ولا كلام كتب يعني؟ هل لا ثابت يا عبد الله، يا محمد عفوا، هو السي رياكتيف بروتين بيكون نيجاتيف في الاوتومين ديزيز مثل اللوبس، ما بيزيد الا في حاله ان المريض يكون عنده انفكشن، المريض يكون عنده سيروسايتس. لا دي موجوده فعلا، صحيح. شكرا لك يا محمد، الله يفيدك. تفضل واصل. بالنسبة للنقطة المهمة ونحن بنشوفها كثير، وانتم بإذن الله تعالى على أبواب التخرج بالتوفيق، بتشوفوا حالات إنه مريض بيشتكي من جاوت، يعني مريض يحمل سواء كان كلينيكال ولا لا، بيحمل مانيفستيشن حق جاوتي، سواء كان أنت شفتها في العيادة أو شفتها في البيت أو شفتها عن صديق. في حاجة مهمة عايز أوصلها لكم، هي السيرم يوريك أسيد، كان في استيجاشة بنتكلم عليه، أوكي، باي كوميستري بشكل خاص. السيرم يوريك أسيد مجرد إنه يعلى ما بيعني إن المريض عنده جاوتي، يعني نوت كونفيرم دايجنوس إنه جاوت. يعني لو مريض جاك بيشتكي مثلا من نيبين، وافترضت أنت كدكتور وشخصته إنه عنده أوستيوأرثرايتس، لكن من ضمن الفستيجاشن أنت ضفت اليوريك أسيد، جابوا لك التحاليل، بصيت على اليوريك اسيد، حسيت ان اليوريك اسيد هاي، هذا نوت كونفيرم الدايجنوس انه جاوت. ليش؟ في حاجه بيسمونها عندنا اسيمبتوماتيك هايبر يوريسيميا، يعني اليوريك اسيد ممكن بعضهم بيعمل بيعمل مثلا في الدايت، بياكل اشياء خاصه بالبروتين وخاصه باليوريك اسيد كديستركشن، بتحس اليوريك اسيد عنده عالي. فما يعني اللي فات للسيرم يوريك اسيد ما بيعني ان المريض عنده جاوت، يعني انه don't confirm diagnosis of gout. وبالمقابل انه السيرم يوريك اسيد، لو افترضنا انه مريض جاك بيشتكي من big toy pain swelling tender، انت كدكتور وقلت خلاص suspected انه يكون gouty arthritis، فعملت له investigation، راح المختبر وجاب لك التحاليل، شفت ان اليوريك اسيد normal، وانت بتجزم 100% ان المريض جاوتي، ما فيش كلام يعني جاوتي ارثرايتس تيبيكال، يعني بالنسبه ككلينيكال دي ممكن تحصلوها يا شباب في 30 ل 50% من الحالات. ليش؟ احد عارف الاجابه يا شباب ليه؟ دكتور ممكن تعيد الصوت؟ في بعض ما سمعوه، ممكن تعيد السؤال؟ المريض اللي بيخش عندك العياده وعنده مانيفستيشن بنسبة مثلا 80% انه جاوتي ارثرايتس، تمام،
انت سجلت له انفستيجيشن من ضمن الانفستيجيشن كبايكوميستري يوريك اسيد، راح المختبر وعمل اليوريك اسيد ورجع لك اليوريك اسيد نورمال، والمريض عنده كلينيكالي جاوتي ما فيش كلام. ليه بيحصل يعني تتوقعوا ليه؟ اوكي ان شاء الله السؤال واضح للجميع باذن الله. يعني هو انه في عندك كلينيكال جاوت وذاوت هايبروسيما يعني او مودريت هايبروسيما. اي نعم اي. طيب نشوفها في الشات مش مشكله. اللي صارت سي رياكتيف بروتين اللي تكلمنا عليها، وهذه النقطه اللي اتطرق لها الدكتور محمد بديب اللي هي سي رياكتيف بروتين. فعلا السي رياكتيف بروتين تكون نيجاتيف او نورمال في حالات الاوتو اميون كونكتيف تيشو ديزيز مثل السيستميك لوبس او السيستميك سكليروسس، ما عدا في حالات ان المريض يخش في سيروسايتس وفي انفكشن بتحصل عنده السي رياكتيف بروتين، لكن ان جنرال فعلا نورمال. هذه الإيمينولوجي وهو أكثر ما بنكتبه نحن الروماتولوجي، اللي هو هنا 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 بتاع الانفستيجيشن بتاعنا، وأسعارها ما شاء الله يعني بدون حريص يعني. نبدأ بالروماتويد فاكتور، وفي حاجات مهمة يا شباب الكل مفروض يعرفها، ولما بيعرفها يسأل فيها عادي ما فيش أي مشكلة يعني. الأمور طيبة جدا وكلنا بنتعلم. الروماتويد فاكتور هو يا شباب الروماتويد فاكتور 5% أول حاجة 5% من الحالات healthy person ممكن يكون عنده روماتويد فاكتور بوزيتيف، تمام؟ بل بالعكس في الولد ايج ممكن تزيد النسبة إلى 10% المريض عنده روماتويد فاكتور with the normal positive. الايج وجاب يشتكي من أرثرايتس، لأن الروماتويد فاكتور هو نو سبيسيفيك، روماتويد فاكتور نو سبيسيفيك للروماتويد أرثرايتس. بيوجد في حالات HCV أرثرايتس، بيوجد في حالات سيستميك لوبس، بيوجد في حالات حتى وجد في حالات الشست وتي بي تيبركلوزس، بيوجد عندهم حالات الكرايوغلوبولينيميا. فالروماتويد فاكتور ما بيعني أن المريض عنده روماتويد أرثرايتس. طيب افترضنا ان المريض عنده روماتويد ارثرايتس، شخصته خلاص بالكريتيريا كامل، كمل الكريتيريا بتاع الروماتويد ارثرايتس وعنده روماتويد فاكتور بوزيتيف، هل بتعني له حاجه؟ الروماتويد فاكتور وجودها هي بيقولوا اسوسييتد، خصوصا الهاي تيتر بتاعها يقولوا اسوسييتد مع المور سيفير ديزيز، يعني ان المريض عنده روماتويد فاكتور لا اتوقع ممكن يخش باكسترا ارتيكولار بروبلم، يخش بروماتويد نيديول، يخش بأضر مانيفستيشن، ومجرد أن المريض يكون نيجاتيف يعني بيكون بروغنوس حقه أفضل ما يكون سيرو بوزيتيف. في تحليل خاص بنعمله في الروماتويد فاكتور في الروماتويد أرثرايتس اسمه سبيسيفيك انفستيجيشن اللي بنعمله في حالات الروماتويد أرثرايتس كامينولوجيكال تيست. شوف الشات ثواني. انتي سيترولين دكتور؟ ايوه انتي سي سي بي. انتي سيترونيتد بيوتايد انتي بادي. انتم كويسين يا محمد يا اخي. انتم ما شاء الله عليكم. الله انتم تشرحون لي الان. لا لا ابدا الله المستعان، انت اصلا بيت يتأخر عند الشباب، هم الآن بيرسلون رسائل على لا طول. لا والله كويسين، والله والله كويسين جدا بصراحة. أنا راسك الله يسعدك. التحليل في حاجة بيسمونها أنتي نيوكلير أنتي بدي، هو not associated with the disease active، يعني بيقصد بالنقطة دي إن المريض لو افترضنا عند المريض systemic lupus، وأنتم تعرفوا المريض عنده systemic lupus erythematosus، مش معقول بيجي مريض عنده سيستميك لوبس وعنده اي نيجاتيف، لا بيجوا لي يعني في غالب اكثر من 95% من الحالات لو ما قلنا 100% يكون عنده انتي نيوكلير انتي بودي بوزيتيف. لكن النقطه المهمه انه الانتي نيوكلير انتي بودي
يا شباب ما بيتعاد، يعني مجرد ان المريض عملته انتي نيوكلير انتي بودي تمام وطلع عند المريض بوزيتيف وجا المريض باكتيفيتي ما فيش داعي تعيد، يعني ما بتفرق. يعني انت يعني الانتي سي سي بي مثلا اللي ذكرتوه الان مثلا في حالات الروماتويد ارثرايتس هو يا شباب دياجنوستيك ما بيستخدم في الفولو اب. يعني انا بشوف حالات كثير بصراحه مثلا كل ما جاني في الفولو اب بيعمل لي انتي سي سي بي رغم انه غالي، يعني قصدي انه عشان ما تكلف المريض هو بيستخدم في الدياجنوستيك يعني كتشخيص كديفينيتيف دياجنوستيك لا اعمل انتي سي سي بي، لكن في الفولو اب ما فيش داعي اعمله، يعني بيعمل لي ايش يعني ما حيفرق معي، يعني هو قد شخص وتمام. يعني في الانتي نيوكلي انتي بودي نحن قلنا انه هو ما بيستخدم في الديزيز سيفيرتي او الاكتيفيتي، هو بيستخدم كدياجنوستيك تمام. الانتي نيوكلير انتي بودي هو هاي سنسيتيف لللوبس بنسبه 100% ولو سبيسيفيك بالنسبه 10 الى 40% لانه بيوجد في انذر ديزيز. يعني النيجاتيف انتي نيوكلير انتي بودي فيرتشوالي اكسكلود سيستميك لوبس، يعني ان المريض انتي نيوكلير انتي بودي انا ما شفت حاله انتي نيوكلير انتي بودي نيجاتيف حقه شخصه لوبس، ممكن يكون الاستشاري بحكم خبرته له آراء ثانية دي تحترم. يعني بعدها الانتي نيوكلير انتي بودي، يعني مثلا لو افترضنا ان المريض عنده انتي نيوكلير انتي بودي بوزيتيف وقلت انه سسبكتد انه يكون سيستميك لوبس ريتروماتوس، في 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 بارت عشان نحن ناخذ بالنا، يعني مثلا في حاجه بيسمونه انتي دبل ستراند دي ان اي تمام. لاب الانتي دبل ستراند دي ان اي هو عباره عن تيست يعملونه جزء من الدي ان اي عشان ان المريض لو عنده بوزيتيف لا تاخذ بالك ممكن يخش المريض في لوبس نفرايتس تمام. في تحليل مثلا الانتي رو والانتي لو، يعني لا لو عملتهم هذا وطلعوا بوزيتيف ممكن تفكر في المريض اللي عنده شوغرين سيندروم، يعني دراي للاي دراي للماوث والاذر مانيفيستيشن اللي بيشملها المريض. في حاجه مثلا بيسمونها انتي سميث انتي بودي خاص بالهايلي سبيسيفيك بالنسبه للروماتو للسيستميك لوبس اريثروماتوس. اهم شيء يا شباب النقطه دي في الايمينولوجي انه اكثر الايمينولوجيكال بروبلم ما عدا الانتي دبل ستراند دي ان اي الوحيد اللي هو ممكن تعمله كاسسمنت في الديزيز اكتيفيتي، يعني لو ديزيز اكتيفيتي مريض سيستميك لوبس وعايز تشوف الاكتيفيتي حقه الانتي دبل ستراند دي ان اي يستخدم، لكن باقي التحاليل ما بيستخدم الا في الدياجنوستيك. الانتي سي سي بي في حالات الروماتويد ارثرايتس يستخدمونه عشان دياجنوستيك نوت فور فولو اب. الجوينت اسبيريشن احنا يا شباب والكل عارف الروماتولوجيكال بروبلم، ولو حد شاف حالات كثير في الروماتويد مثلا جات حاله ني سولينج ني فيوجن وجالها عندك للعياده وانت قررت في هذا الحاله ان المريض عنده انفلاميشن كاكيوت ستيج ممكن تعمل له ارثروسنتيس. ارثروسنتيس يعني انت بتسحب جوينت اسبيريشن وبتعمل ساينوفيال فلود اناليسيس. في ثلاث حاجات اللي هو يسمونها 3C بنركز عليها في الساينوفيال فلود اناليسيس، بتفحص او بتسحب الساينوفيال فلود وبتعمل له اناليسيس، والمفروض صاحب اللي بيعمل له اناليسيس يكون عارف الثلاث النقاط، يعني السيل كاونت، يعني انت بتعرف السيل كاونت عشان تفرق هل هو المريض سيبتيك ارثرايتس، هل هو روماتويد، هل هو اوستيوارثرايتس، او تشوف حاجه بيسمونها كريستال في حالات الجاوتي والسيدو جاوت عملت له اسبيريشن تحت اللايت بولورايزد مايكروسكوب وفي كاركتر بالنسبه للكريستال عشان تبين هو جاوت ولا سيدو جاوت، ويطلعها العيال صاحب المكتبه لك بطريقه ديتيل كده كلتشر عشان تفرق هل هو ان المريض عنده انفكشن، يعني في اورجانيزم موجود فعلا
ولا لا؟ شباب الجاوتي والسيدو جاوت، ايش نوع الكريستال في الجاوت وايش نوع الكريستال في السيدو جاوت؟ ثواني شوف اذا في حد شارك. ان شاء الله سمعتوا السؤال دكتور يا شباب، الـ type of precipitate او الـ deposition في الجاوت وفي السيتو جاوت، الفرق بينهم. طيب اللي مستحي ممكن يسلك الخاص كالعادة يعني، مش مشكلة. طيب بس عشان الوقت. طيب يا شباب، دي بيكتشر خاص بالأرثروسنتيسيس. أوكي دكتور، اليوريت في الجاوت والصوديو كالسيوم أو حتى قصده الكالسيوم بيروفوسفيت، قصده الكالسيوم بيروفوسفيت في السيتو جاوت. طيب كويس، شكرا صراحة. دي صورة توضيحية للأرثروسنتيسيس للأسبيريشن اللي بنعمله. دي المريضة عندها ني إفيوجن وبنعملها اسبيريشن بهذه الطريقه، يعني الطريقه انه بيحددوا الباتيلا وبيمشوا على الميديال لاين وخصوصا في اللاترال اسبيكت وبيعملوا اسبيريشن. نحن بالنسبه لنا حاليا في الروماتولوجي بنعملها بانتر جايدد التراساوند بصراحه، يعني كانجكشن وكاسبيريشن بنعمل بنشتغل بها بالالتراساوند، يعني نحط البروب ونخش بالندل ونسحب او سواء كان نحقن. يعني أنا بصراحة أول ما تخرجت واشتغلت في المجال الروماتولوجي والأورثوبيديك، فكان تعلمت مع الدكتور بعيسى وبخليه الله يذكرهم بالخير بلايند، يعني بدون ألترا ساوند. وصلت لهنا لا في ألترا ساوند، فالآن بنحقن بالألترا ساوند. دي دايجنوستيك إيميج، تمام. البلين فيلم هو عبارة عن الإكس راي الاعتيادي اللي الكل بيطلبها، تمام. هي شيب و most useful for clarifying the nature of the joint abnormality. دي النقاط المهمة أو الباترن اللي عشان نفسر الراديوغراف بالنسبة للأرثرايتس. نركز على الالانجمنت، يعني مريض عنده مال الالانجمنت، مريض روماتويد أرثرايتس وعنده ألنر ديفيشن أو أنكيلوسيس. يعني الأنكيلوس هو عبارة مثلا مريض عنده أنكيلوسيس بوندرايتس وعنده ساكروليايتس وماشي في ستيج معين، يعني مثلا ساكرولياك بروبلم وحصل عنده انفلاميشن، حصل ايروجن لكن مع الفتره حصل اوفر اكتيفيتي للاوستيوبلاست فحصل فيوجن، يعني حصل فيوجن تقفل الجوينت نفسه. فتعمل اكس راي بلين اكس راي بالنسبه للبلفيك في فيرجسون فيو، بتحصل الساكرولياك بروبلم وكان الساكرولياك جوينت ما فيش مقفل. البون مينراليزيشن دي حالات كومن نحصلها في الروماتويد، مثلا لو افترضنا حاله روماتويد ارثرايتس بحكم البرو انفلاماتري سايتوكين سواء كان انترليوكين 1 والتي ان اف والانترليوكين 6، دي هم بيعملوا اوستيوبروس وخصوصا في البري ارتكولار اريا. فمجرد انك تعمل اكس راي وتحصل بري ارتكولار اوستيوبروس تفكر في الانفلاماتري كوز، يعني غالبا ان اصحاب الاوستيو ارثرايتس ما فيش مريض تمسك له تقول له عنده بري ارتكولار اوستيوبروس، الاوستيو ارثرايتس ما بيكون يعني ابسنت. يعني بالنسبة للكالسيفيكيشن، مرضى السكليروديرما مثلا يحصل عنده سوفت تيشو كالسيفيكيشن، تشوف بالإكس راي تحصل فيه كالسينوس موجود فعلا يعني. أو المريض السيدو جاوت أو الصوديوم الكالسيوم بايروفوسفيت ديهايدريت كريستال وتحصل كالسينوس موجود، يعني لو قدت مثلا بلين إكس راي بالنسبة للني لا بتحصل الكالسينوس واضحة، يعني في لينير ديبوزيشن موجود. يعني السيست سواء كان استيبروسس عفوا استيارترايتس سواء كان جاوتي سواء كان استيروماتويد ارثرايتس، سيست ايش معناه؟ هو عباره عن انه الباثوفيزيولوجي بتاعها ان الساينوفيال فلويد، لو افترضنا روماتويد او استيارترايتس وحصل ديجراديشن للارتيكولار كارتيليج فالساينوفيال فلويد حصل له امبيدد في داخل البون فعمل سيست.
الديستريبيوشن اوف جوينز زي ما قلناها هل هي سيميتريكال ولا سيميتريكال؟ لا، بتهمنا كثير جدا جدا جدا. هل هي روماتويد ارثرايتس؟ هل هي سيرو نيجاتيف سبنديلو ارثرايتس او سبنديلو ارثروباثي؟ الديفورميتي هذه اللي الكل مشهوره وتجي حتى صور تقريبا في الامتحانات، سواء النيك ديفورميتي والبوتينير. الايروجن، الايروجن هي نقاط معينه جدا ومهمه جدا في الاكس راي. يعني لو مريض عندنا افترضنا عنده روماتويد ارثرايتس وعملت له اكس راي للهان، بتشوف مارجنال ايروجن. يعني لو اخذت الان بنشوف صور هنا وبنوضحها بشكل تفصيلي اكثر. يعني دي الحاله احد بيقدر يوصفها ولا وقت تاخر؟ الو، انا معك دكتور. طيب كذا رفلي في شوفوا في حد في الشات بيشارك. اوكي، ممكن يقول there is loss of joint space in this x-ray. تمام تمام جدا. هي هذا التعليق from the participant. كاني شايف أستيوفايد دكتور برضو موجودة. أيوة في أستيوفايد فعلا. في برضو سكلوتيك لاين إن جوينت، هنا إجابة. أيوة. زين عبد الله باعيسى، هذا الدكتور خالد خلاص حنقول له عبد الله يجاوب عليه. هنا يلا يا عبد الله ديسكرايب للني جوينت. يا شباب عشان الوقت زي ما يقول الدكتور محمد، دي حاله روماتويد ارثرايتس زي ما قال الدكتور محمد. فعلا يعني هي في عندها فيري نارو للجوينت سبيس، تقريبا الجوينت سبيس ما فيش. يعني في استيفاي، في سب كوندرال سكليروسيس، فيها السيست. تمام، دي حاله روماتويد ارثرايتس. قلنا عنها ان روماتويد، ليش ما قلنا ال اوستيو ارثرايتس؟ هو في بري ارتكولار اوستيوبروسيس في البري في السب كوندرال بون، لو احد يلاحظها اللو دنسيتي اريا. والسيمتريكال يعني هي ماخذه تو كومبارتمنت، يعني غالبا الاوستيو ارثرايتس يكون في الميديال كومبارتمنت، لكن الروماتويد ارثرايتس تكون سيمتريكال ماخذه البوث كومبارتمنت. دي حاله روماتويد ارثرايتس، هي في الايروجن دائما اللي بيكون في الروماتويد ارثرايتس يكون مارجنال، يعني في الـ في الـ في الـ في الاريا بريفرالي في الاريا. يعني زي ما هو موضح المارجنال ايروجن بيحصل عنده. يعني هم بيقسموه كراديولوجيكال فايندينج في الاكيوت وفي الكرونيك، وبعضهم بيقول في الايرلي بالاصح وفي الليل. في الايرلي انه في الست شهور الاولى، يعني تحصل عند المريض ايش؟ تحصل عند المريض سوفت تيشو سوينج وبري ارتكولار استيوبينيا، وهذا زي ما هو موضح المريض. لو لاحظنا في الصوره اللي تمام كسوفت تيشو سوينج، والصوره الثانيه فيها بري ارتكولار استيوبينيا موجود. يعني بعد فتره يعني المريض في الليت يعني تعدى الست شهور، لا بتجيبت المريض عنده بوني ايروجن موجوده مارجنال ايروجن. يعني يا شباب هو الايروجن هل هي مارجنال، هل هي سنترال، هل هي اوفر او بنشد اوت ايروجن. يعني مثلا لو قلنا مارجنال يعني محصل في الايدج اريا، هي نفكر في الانفلامتري ديزيز كروماتويد ارثرايتس. لكن لو قلنا في السنترال، سنترال في حاجه بيسمونها الايروزف اوستيو ارثرايتس يكون سنترال، وفي ساين بيسمونها جير وينج ساين ابيرانس كذا. والاصحاب الجاوتي ارثرايتس نجيب حاله جاوتي، ايش يسمون الايروجن الموجود في الجاوتي؟
الو محمد، الصوت واضح؟ الصوت واضح دكتور، بس منتظر اي اجابه موجوده في الشات. يا شباب الـ 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 الاسئله بس عشان نكون منتبهين ومشاركين مع بعض لا غير. يعني طيب انه هذه بنش داو دكتور اذا ما انا غلطان. ايوه اشكرك اشكرك فعلا حبيبي محمد، تشات ما شاء الله عليك. في بنش داو او تيروجين فعلا يعني، وهي كاركتر للجاوتي ارثرايتس. تمام. حتى في بعضهم بيسميها يا محمد بيسميها الرات بايت ساين، يعني زي الفار اللي بينهش في 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 مكان معين، فبتحس البنش داو يعني في تاكل في من 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 داخل. تمام. والاوفر هانجينج ايدج، وكانه الحافه خلاها ما عمل لها ايروجن زي ما هي موضحه في الصوره. تمام. المكان الازرق هو المكان الاوفر هانجينج، لكن الاحمر هو البنش اللي قال عليه الدكتور محمد. الاوستيو ارثرايتس، الاوستيو ارثرايتس دائما نحن بالصفحه هذه كامل ناخذ منها معلومات مهمه. هي في اختصار يسمونه لوس، ال او دبل اس. اللوس هي المانيفستيشن او هي الراديولوجيكال فايندينج اوف اوستيو ارثرايتس. لو اخذنا ال هي لوس اوف جوينت سبيس، يعني في ناروينج للجوينت سبيس. الاو هي الاوستيوفاي. تمام. يعني في بوني اوت جروث حصل عند العيان وعملت له اكس راي وكان واضح. الاس سب كوندرال سيست، يعني في سيست ايش انه زي ما قلنا لكم سينوفيال بلود امبيدد للسب كوندرال اريا فعمل لي سيست. والسب كوندرال سكيلروس، يعني عندما يعمل البون فريكشن تو ذا بون. تمام. بيعمل اريتيشن للاوستيوبلاست عشان تعمل اكتيفيتي، وبالتالي بتحصل السكيلوريتك اريا انكريز دنسيتي في الاريا دي. تمام. دي اللي هي اللي قلنا عليها هي الوينج بينج وينج ساين. هي حاله من ضمن التايب اللي بيحصل في الاوستيوارثرايتس سواء كان جنرال ولا سواء كان برايمري ولا سكندري. ولا دي حاجه بيسمونها ايروزيف اوستيوارثرايتس. تمام. المريض بيجي بمانيفستيشن في الديستال انترفالينجال جوينت، تعمل له اكس راي فتلاحظ انه عنده ارثرايتس في لوس اوف جوينت سبيس، في استيوفاي، في سب كوندروسيس، في سب كوندروسكيلوروس. طيب يا شباب هذا الحاله ليش ما اقول روماتويد ارثرايتس؟ يعني لو جانا مريض عنده مانيفستيشن كارديولوجيكال انه عنده روماتويد ارثرايتس، وفي واحد زميل لك يقول لك لا هذه روماتويد ارثرايتس، ايش الاشياء اللي انا برايكم اللي انا اقدر اقول ان المريض رايح للنان انفلامتري من ناحيه الهيستوري واكزامينيشن انفستيجيشن؟ لو حد عرفها بشكل صمري يقول. دكتور بس عشان ريفيجن، انك تعمل كومباريزن بين الاوستيو ارثرايتس والروماتويد ارثرايتس، ايش الديفرنس بينهم؟ صح. نعم. طيب ننتظركم يا شباب على الشات. طبعا هذا يرسل لي على الخاص يقول يا دكتور انه في الاوستيو ارثرايتس غالبا في الويت بيرنج جوينت. صح. هذا واحد. ايوه هو لو اخذنا من ناحيه الهيستوري زي ما قلنا قبل قليل انه ممكن المريض يكون عنده في الويت بيرنج الاستفنس، انه يكون الديوريشن حقها اقل من ربع ساعه، ما فيش انفلامتري ماركر سواء كان ريدنس ولا سواء كان سولينج. لو اخذنا لاب اليسار في سيرياكت بروتين غالبا بيكون في الاوستيوارثرايتس ديزيز بيكون نورمال. الاذر انفستيجيشن اللي هي سبيسيفيك للروماتويد سواء كان روماتويد فاكتور يكون نيجاتيف. وبالنسبه للاكس راي هذا حسب ما هي موضحه فعلا في الويت بها. دي خصوصيه الماسكولوسكيلت الالتراساوند. بصراحه نحن في الروماتولوجي الان اكثر الحالات بنشتغلها بالماسكولوسكيليتال، نشتغلها بالالتراساوند. وانا بصراحه مور انترست في السبورت ميديسن فبشتغل
التراساون لانها بتبين التندن والليجامنت والاشياء كذا تمام. فالدي رسمه توضيحيه لا غير يعني على اساس انه المريض عنده ديكيرفن سيندروم عنده تينوس اينوفايتس في الفيرست دورسال كومبارتمنت حق الريست ودي الدائره البياض هي التندن الموجود واللي حولها الهايب او الانيكويك اريا المكان السواد هو الفلود تمام. دي البروب حق الالترا ساوند اللي هو موضح اللي هو موضح الام سي بي في الروماتويد ارثرايتس بنعملها عشان نشوف ان عند المريض ايروجن عنده ريجولاريتي بالنسبه للجوينت كابسول. دي الحاله اللي تكلمنا عليها الارثروسنتيس اللي بنعملها او سواء كان بنحقن يعني مريض نحن بالنسبه لنا في الحقن في ثلاث حاجات اما بنحقن ستيرويد المريض اللي يجي عندك اوستيو ارثرايتس ودراي بنحقن له هايلورونيك اسيد. المريض اللي بيجي عندنا انفلاميشن لا بنعمل له مثلا لو كان عنده فيوجن نعمل له اسبيريشن ونحقنه بستيرويد. الان في حاجات جديده ظهرت هي البليتليت ريتش بلازما وهذا بيستخدمونها كثير في اسحاب التندن بروبلم تينوباثي يعني مريض تنس البو مريض اكيلس تندن لانه كونترا انديكيشن تعمل ستيرويد انجكشن مريض سوبر سباينيتوس بنستخدم البليتليت ريتش بلازما. فكرتها انها بتحتوي على البليتليت بتحتوي على الجروث فاكتور الجروث هرمون هو اللي بيعمل هيلينج اللي بالنسبه للتندن او بالنسبه للليجمنت. دي المكان البياض الخط البياض دي السهم هي ندل يظهر لك في الالتراساوند. السي تي هي حاله جزئيه خاصه باصحاب الراديولوجيست يعني لكن نذكر منها انه السي تي هو بشكل باختصار السي تي دائما ركز على السكيليتال ستراكشر تمام. يعني مريض عندنا توبو مانديبرال جوينت او انه المريض عنده ريست بروبلم بوست تروما او يعني سسبكتد انت انه يكون عنده بون بروبلم لا في هذه الحاله انا بعمل السي تي عشان اشوف البون بشكل اوضح. في حاله جزئيات في الجوينت فيوجن بالنسبه للساكرولياك جوينت او بالنسبه للهيب جوينت. الام ار اي يا شباب هي عباره عن بيست موداليتي فور اسيسنج السوفت تيشو سباينال كورد اليمنت وهي عباره عن جريتست يوز فور اسيسنج روتاتور كاف تير سباينال ستينوس ليجامنت منيسكال ابنورماليتي اوف ذا ني ريست جوينت. يعني باختصار هي عباره عن سوفت تيشو بروبلم يعني مريض عندك لو باك بين وعنده راديكولار بين فانت تقول سسبكتد انه يكون عند المريض مثلا لمبر ديسك من له ام ار اي تشوف السوفت تيشو تشوف الديسك تشوف البالجنج وكذا. بالنسبه للروتاتر كاف تير ممكن تعمل الترا ساوند يعني بدل الام ار اي تعمل الترا ساوند لانها دايناميك انت بتمشي على التندن سواء كان سوبر سباينيتس تشوف الروتاتر كاف بشكل عام. يعني دي ديكسا او يسمونها دول انرجي اكس راي ابسوربومتري. انا بصراحه انترست في حالات الميتابوليك بون ديزيز واستيبروسس. دي هي عباره عن اشعه بيعملوها زي الاكس راي تمام ولها مقاييس معينه. هي فكرتها هي كوانتيتيف ميجر عشان تشوف الكالسيوم والاذر مينرال ديبوزيت في البون. فهي دائما بتركز على المكان اللي بيحصل فيها مور فراكشر يعني كان سلس بون يعني مور فراكشر مثل ايش مثل الهيب تيمرالك ومثل لمبر سباين مثل الريست تمام الكولز فراكشر اللي هو الكومن يعني الان اللي بيحصل. وفي النهايه في الـ في الـ في, الـ في الغالب بيعملوها دائما انه المريض اللي بتتوقع انه عنده ممكن يكون عنده استيبروس. الكل عارف ان الاستيبروس هو سايلنت ديزيز ما بتظهر العلامات الا لو كان عنده فراكشر. لكن خلال الفولو اب نحن بالنسبه لنا كروماتولوجي لان احنا بنستخدم الاستيرويد بشكل كبير جدا وكثير بشكل عام والكل عارف ان الاستيبروسس او بيحصل بسبب هو الجليكوكورتيكويد وتوبك كبير جدا 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 يعني على الجليكوكورتيكويد انديوس استيوبروس. فنعمل الدكسا فنبين الدكسا هو فيها جريد معينه نحن ما بنتطرق لها كثير لكن مجرد انها اقل او مساوي ل -2.5 نقول عند المريض استيبروسس. وصاحب اللي بيطلع لك الريبورت في الكونكلوجن يقول لك في استيبروس
في التي زون او الزد زون، وعشان تاخذ بالك يعني هل المريض انت بتعطيه انتي ريزورب تفترق ولا لا. دي الارثروغرام هي كشكل توضيحي لغير، انا ما عندي ليش خبره كثير فيه بصراحه، بيستخدموا اصحاب الارثوبيديك كثير عشان دايجنوستيك وال في حالات سواء كان روتيتر كاف، سواء كان حاله المينيسكال بروبلم، او سواء كان حاله ان المريض عنده ني بروبلم بشكل عام، فيدخلون الارثروغراف ويشوفوا الاشياء كثير اللي بتخصهم كسيركال انترفيشن. في كومن يعني حاجه سمري انه كومن كوز حق الاكيوت مونوارترايتس بيجي زون، هلا انها ممكن تكون انفكشن. الانفكشن هل هو بكتيريال؟ البكتيريال هل هو جينوكوكل ولا نان جينوكوكل؟ جينوكوكل بالميجراتوري تينوساينوفايتس والسكن ليجن مثل الديسيمينيتد جينوكوكل ارثرايتس اللي بيدخلوها في الديفرنشال دياجنوس للسيريا والرياكتيف ارثرايتس. نان جينوكوكل هي الستافيلوكوكل او نيموكوكاي او نيمونيا او جرام نيجاتيف، وكلها يعني بالاسبيريشن توضحها. كريستال انديوسد ارثرايتس لما ذكرتوها، الصوديوم او عفوا الجاوتي مونوسوديوم ريد كريستال السيلو جاوت اللي هو الكالسيوم هيدروفوسفيت ديهايدريت كريستال، او المريض حصل له عنده تروما فهو مونو ارتيكولار. يعني دي بالنسبه للديفرنشال دياجنوز حق البولي ارثرايتس سواء كان اكيوت ناخذها في عين الاعتبار انها تكون روماتويد ارثرايتس تمام، او باربو فايروس، او ان المريض سيستميك لوبس، او ان المريض عنده اذر كوز يعني مثلا ادلت اونست ستيلز ديزيز عند المريض فاسكولايتس. والكرونيك بولي ارثرايتس هي كانفلاماتري كوز ونن انفلاماتري كوز. انفلاماتري كوز في المقدمه هي الروماتويد، وحسب ما قلنا اكيوت والكرونيك بتعتمد على الديوريشن سواء كان هي اكثر من 6 اسابيع ولا اقل من اقل من 6 اسابيع. لو كان اقل من 6 اسابيع نحطها في خانه الاكيوت، او اكثر من 6 اسابيع نحطها في خانه الكرونيك مثل روماتويد ارثرايتس، تشتهي ارثرايتس المريض اللي عنده سيستميك اوتو اميون ديزيز، شوغرين سيندروم. النن انفلاماتري في المقدمه هي الاوستيو ارثرايتس، كالسيوم بايروفوسفيت ديهايدريت كريستال. دي جزئيه بسيطه جدا على المانجمنت، هي 3 سلايدات لو انتم مش نمشيها ولا عندكم استفسارات معينه. الو ايوه دكتور معك ها. طيب دكتور اذا تبغى تواصل عادي اذا في نقطه معينه. هي المانجمنت هي 3 سلايدات لو انتم عايزينها اجيبها، لو ما في مشكله كملها كملها انا بس اكمل عشان تكمل المانجمنت وبعطيك الاسئله افضل مع بعض. طيب كويس. بالنسبه للمانجمنت يا شباب بشكل عام، هي سواء كان جنرال ولا سواء كان سبيسيفيك، الجنرال نان فارماكولوجيكال ميجر، وهي مع يعني مهم جدا 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 خصوصا في حالات الاوستيوارثرايتس. الكل عارف الاوستيوارثرايتس ما فيش فاينل تريتمنت، انه تعطي مريض يتحسن، لا المريض المفروض يمشي على نان فارماكولوجيكال ميجر، مهمة للغاية عشان المريض يتقيد بها والمريض ما يحصل له بروجريشن بشكل رابط يعني تمام. بعدين نقسمها، لو كان المريض عنده انفكشن نعمل له اسبيريشن وعلى ضوء الكلتشر تعطيه الانتي بايوتيك، لو كان المريض عنده هيمارثروز نعمل له اسبيريشن ما فيش يعني. دي خصوصية بالنسبة للرياكتيف ارثرايتس، موضوع طويل جدا كتريتمنت، لكن بشكل مختصر نبدأ بالانالجيزيك للمريض سواء كان الالجيزيك. غالبا نحن بنعطي لو كان كبولي نعطي ستيرويد، لو كان لوكال ممكن كمونو ارتيكولر نعطيه انجكتد يعني حقنه بالستيرويد بشكل معروف. لو المريض عايزينه ككرونيك كيس وخلاص شخص، نبدا على ديزيز موديفايد انتي روماتيك دراج، هو الميثوتريكسيت والليفنونومايد
والسولفاسالازين بيستخدمونه بشكل نحن بنستخدمه بشكل كبير جدا. الميثوتريكسات نحن بنستخدمه كروماتولوجي بدوز قليله جدا مقارنة بالانكولوجيكال بروبلم. كريستال ارثرايتس سواء كان اكيوت او كرونيك، اذا كان اكيوت نبدا بالنانستيرويد، المريض ما تحسنش نضيف الكوليشيسين، ما تحسنش المريض ممكن نضيف الاستيرويد تمام. لو كان المريض عنده كونترا انديكيشن لاحدهما نختار العلاج الاخر يعني. اذا كان كرونيك نعطي يوريت لورينج دراجز مثل الالبيرينول او ان المريض الفيبريوكسيستات تمام. السيرو نيجاتيف سبونديلو ارثرايتس، هو يا شباب السيرو نيجاتيف سبونديلو ارثرايتس هي ايه الامراض؟ سامعين الدكتور اللي هي انا طبعا كنت دكتور احفظها في نيمونيك معينه يعني. في شباب موضوع السيرو نيجاتيف سبوندو ارثروباثي، حد يعرفها؟ جاب انا كنت احفظها دكتور بكلمه بير، اذا ما ادري اتوقع تستخدم كثير هذه فور سيرو نيجاتيف سبوندو ارثروباثي. معنا دكتور دكتور معانا دكتور عمر، ثواني بس هاول ثواني يا شباب خلوكم معانا الآن بيرجع الدكتور. وصلتك الفكره يا محمد؟ مفهوم واضح جدا واضح جدا. طب دكتور في سؤال ثاني برضه متعلق بالاستراتيز انه حاجه كومن يعني في موضوع البين مانجمنت صراحه هذا عامل ازمه كبيره للاطباء والمريض نفسه في حالتين يعني. الحاله الاولى موضوع لما يجي لك البيشنت وشويه رينال امبيرمنت موجود عنده وتخاف تعطين النسترويد، والمشكله الثانيه لما تعطين النسترويد اقول لك يا دكتور ما استفيد حاجه يعني. من ضمنهم على فكره هذه الحاله حتى في الاسره عندنا يعني، تعطيهم اسلوكسيكم على الميكسوكلام على دي هذه كلها يقول لك المريض ما يستفيد يعني انا لسه ما جال مستمر ف أيوة. يعني هل في اي حاجه نيو حاجه جديده الفتره هذه ظهرت او اي شيء ثاني تغير في الموضوع؟ والله يا محمد شوف انا بقول لك حاجه، الاوستيوارثرايتس هي كومن بروبلم بشكل فظيع جدا واي عياده ما بتخلو منها تمام. هو البيست حتى يقول لك البيست تريتمنت حقه هو الباراسيتامول يعني، لان المريض لو اخذ نان ستيرويد او ستيرويد فور لونج كيس ممكن يكون المريض خش في سايد افكت بالنسبه للتريتمنت اكثر من ليش من الاوستيوارثرايتس نفسها. فهي اكثر حاجات مهمه جدا انه لو كان في الايرلي ستيج زي ما قلت لك في نقطه النان فارماكولوجيكال ميجا ليها ذات. تصدق يا محمد انه في بعض الكتب يقول لك لو انت زدت 5 كيلو يزيد الريسك فاكتور للاستيارثرايتس او الميكانيكال لود 50%، ولو انت قللت 5 كيلو بيقل الريسك فاكتور 36 تقريبا في المية. فتتخيل يعني ممكن الشخص يعتبر نفسه هيلثي بالنسبه للويت وهو زايد كيلوات معينه فتاثر عليه. فأنا برأيي قد ما إن إحنا نركز على نوع الأنالجيزك نركز على نوع النان فارماكولوجيكال بروسيجر اللي نحن بنعطيها للمريض يتجنبها. يعني مرات أنت بتعطي زي ما قلت بتعطي المريض ميلوكسيكام ما بيستجيبش لأنه أصلاً هو ما بيتغير بتعليمات، يعني المريض بيعمل بولي فليكشن وهي المفروض ما بيعملها، المفروض ما يعملها مثلا المفروض ينام على سرير، المفروض حمام فرنجي، المفروض يصلي على كرسي، المفروض يقلل الويت، المفروض ياخذ كادفايس كفيزيوثيرابي وكذا.
بيتقيد بها ما بيتطرق للتريتمنت، لكن كنوعية تريتمنت بشكل خاص جدا للانالجيزك للأوستي أرثرايتس ما فيش غير اللي هو السايكلوكسيجينستريل باراسيتامول والتو اللي هو الميلوكسيكام والستيرويد في حالة انه يكون دراي انفلاماتوري بعضهم وفي مايل القليل انفلاميشن كويت أوستي أرثرايتس بيستخدموا الستيرويد، لكن عشان ما تستخدم الستيرويد والمريض يحصل له ريميشن فور 6 مانث بعدها بيبدا المريض يعتل ريتيرن نفس الاعراض وبالعكس بدا باعراض اكثر. فانا برايي النن فارماكولوجيكال مانجمنت يا محمد هي اهم شيء وتركز عليها بشكل اساسي جدا، لان هي بتمنع ليش البروجريشن بالنسبه للكيس، لانه هي الاستيرويد بيقسموها لخمس ستيج، ستيج 1 و 2 اللي هي نن فارماكولوجيكال بيفيدها، لكن مجرد المريض خاش في ستيج 3 وال 4 لا خلاص المفروض المريض يتهيئ العملية أو أنه يتقيد بتعليمات معينة عشان أنه من ستيج إلى ستيج يحتاج له سنوات عشان يتحول للأدفانس ستيج. مشكور دكتور. طيب دكتور في سؤال ثاني في موضوع الرياكتيف أرثريتس، يعني is there any rule for antibiotic؟ يعني هي بحكم أنها هي أصلا تكون غالبا في history of previous infection، يعني فهل في اي رقم؟ والله يا محمد في ضمن الديفرنشال دايجنوز حق الرياكتيف ارثرايتس في حاجه بيسمونها ديسيمينيتد جونوكوكال انفكشن، وعشان نفرق الديسيمينيتد جونوكوكال انفكشن من الرياكتيف ارثرايتس بيعملوا انتي بايوتيك. لو استجاب المريض الانتي بايوتيك معناه ان المريض عنده ديسيمينيتد جونوكوكال انفكشن. بس انا قصدي اذا رياكتيف ارثرايتس ما فيش رول في الثيرابيوتيك، لا يعني اذا كان في ستابل كارثرايتس نفسها ما فيش رول، لكن لو فيها نظر كوز ممكن تستعمل. طيب دكتور في موضوع السوريتيك ارثرايتس تمام؟ ايوه لا خلي عفوا السؤال هذا، لا هذا السؤال ما كان واضح، لا موضوع عفوا الادهيسيف كابسولايتس تمام؟ بالذات في مرضى الدايابيتيك يعني الخيارات الموجودة، يعني الحالات أحيانا أشوفها حتى لما كنت أنا في المكلة فترة كذا كنت في أشوف الحالات الاستيرويد حتى ما يجيبها، فالموضوع أنك تدخل على أدهيجوليسيس عن طريق الأوبريشن يعتمد على الريسبونس للتريتمنت ولا على شيء تم؟ لا هي جزئية الأدهيسيف كابسولايتس يا محمد هو المفروض أنت ما بتتعداش، يعني أن المرضى في الغالب سواء كان مثل حالات الديابيتس هو يبدا يقول لك انه المفروض انك تعمل كنترول للديابيتس، المفروض انه المريض بيستعمل فيزيوثيرابي كموداليتي، بيستخدم التريتمنت وانالجيزك تمام. لو ما تحسنش النقطه اللي انت بتتكلم عليها ما بيستخدمونها كثير، يعني بيدخلوا المريض بالارثروسكوب بيعمل في حاجه يسمونها انترفال سبيس، يعني السبيس اللي بين السوبرا سباينيتس والسبسكابيلارز بيعملوا لها ادهيجن او كاتين والمريض ريسبونس يعني، لكن في الغالب كفيزيوثيرابي ثري افكتيف بالفيزيوثيرابي صراحه. نوصل دكتور حتى حضرت هنا وانا في يعني طب الامتياز بالسعوديه الحديد الكبسولايتس، يعني لما تقول له على موضوع يعني حتى الانجكشن مش عارف الوضع ممكن في مصر يختلف شويه الانجكشن هذا، لما تقول له بحقن الجوينت والستيرويد خافوا منه ما بيضوش والله. اي نفس الوضع عندكم يعني او كيف في موضوع الفيزيكابسولايتس؟ طيب دكتور في سؤال ثاني يقول لك موضوع الاسبرين 100 ملي جرام اللي استخدامه في يعني في حالات الهارت ديزيز هل يعتبر ممكن يعمل ريسك فاكتور فور جاوت اكزربيشن، لانه احيانا يعمل ديكريز الاكسكريشن اوف يورين؟ والله بص يا محمد بالنسبة للأسبرين هم في الكتب كذا بيقولوا إنه لو استخدمته على أساس إنه في لو دوز بيعمل جاوتي، لأنه بيعمل ديكريز للإكسكريشن حق يوريك أسيد من الرينال تيبيول، لكن لو استخدمته في الهاي دوز ممكن يعمل العكس، يعمل بيزيد الإكسكريشن حق اليوريك أسيد من الكدني. لكن الجايد لاين انه بيقولوا لو المريض ماشي على اسبرين وعنده جاوتي خليه يمشي على اسبرين وتعطيه تريتمنت يعني. طيب هو دكتور لو انا كحاله الاكيوت جاوتي الو ايوه
كوتشيسين ولا نستيرويد الاندوميتسين او حاجه ثانيه ولا كوتشيسين. محمد عيد السؤال عفوا. ايوه الافضل الكولتشيسين ولا النونستيرويد زي الاسبرين وجولندوم. والله يا محمد الجايد لاين والاشياء الحديثه في العلاج الجاوتي بيقولوا اذا انت المريض الجاوتي ارثرايتس كونفيرم دايجنوستس شخصته تمام انه جاوتي ارثرايتس ابداله النونستيرويد انتي انفلاماتوري دراج. لكن لو المريض سسبكتد انه يكون جاوتي يعني عادك انك عندك خيار فاعمل له اعطوه كولتشيسين اساس انه الكوليسيسين بيعمل انتي ميتوتيك وبيعمل انهبيت للفاجوسايت فبيعمل انفلاماتوري بروسيس. لو انك سسبكتد الجاوت اعمل له كوليسيسين. لكن لو انت شخصته ككونفيرم دايجنوست انه جاوتي اعمل له نونستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز. طب دكتور باليور براكتس شوف انه في ريسبونس يحصل مع اللايف ستايل موديفيكيشن في حاله الجاوت ولا نفس الطريقه نفس وضع الاوستيوارثرايتس يعني هو يا محمد سؤال عفوا اللايف ستايل موديفيكيشن يعني هل لها فعلا اي رول في حالات الجاوت الجاوت ارثرايتس ايوه مهمه جدا والله مهمه جدا يعني انك المريض انه اكسسيف بلنتي اوف ووتر افويد للفود اللي هي ريتش باليورين بياخذ الفود اللي هي تكون لو باليورين لا بيهمه كثير جدا لانه حسب ما بتعرف انت يا محمد الكوز بالنسبه للجاوتي الاوفر برودكشن هو الموست كومن والاوفر برودكشن غالبا يكون مع الدايت كتريت كاكل مثلا معين غني سواء كان اللحوم ولا الاشياء بالعكس بيساعد في عمليه البروفلاكتيك حتى يا محمد عفوا في حالات في الحاجة بيسمونها asymptomatic hyperuricemia يعني إن المريض بيحصل عنده hyperuricemia يعني بيعمل عنده serum uric acid عالي تمام بالمقابل إنه ما عنده gouty problem. فهنا حتى في البروتوكول وفي الأشياء مثلاً في أصحاب اليابان لأنه عنده حالات common بيقول لك إنه diet regime هو مهم جداً وتعمل control لو عنده chronic disease. فالدايت لا مهم جداً أنا برأيي والله وحسب البراكتس مهم جدا لكن مشكلة انه ما فيش كثير بتغيره عليه. هذه مشكلة المرضى في كل مكان في العالم تقريبا. اي والله. دكتور في سؤال هنا موضوع لها دوكسيكلوروكوين في حالات الروماتويد ارثرايتس. اي هل هو بينفي له اي رول او لا؟ والله شوف يا محمد بالنسبة للهيدروكسيكلوروكوين اول بالنسبة للميكانيزم او الافكت بيستخدمونه نحن كروماتولوجيكال بروبلم عشان انه بيعمل انتي ثرومبوتيك تمام وبيعمل انتي اوكسيدنت وبيعمل انهبيت للفوسفوليبيس اي 2 عشان بيعمل انفلاماتوري بل بالعكس وجدوا انه هو بيقلل الريسك حق الديابيتس في 60% من الحالات. فلو بتلاحظ الروماتولوجيكال بروبلم بيستخدموا الهيدروكسيكلوروكوين بشكل عالي جدا لو ما ظهرت له اولا كسايد افكت على الاي يعني نحن في النسبه الروماتولوجي بنستخدمه كثير لكن قبل ما نستخدمه نعمل اوبثالمولوجي اكزامينيشن عشان عند المريض ما عنده مشكله في الماكيلوباثي او كاريتينوباثي والاشياء دي او كيراتوباثي. وثاني حاجه انه اذا المريض ما صار عنده سايد افكت يعني المريض بعضهم بيقول لك لا انا عندي نوزيا عندي فوميتيك عندي نيوروباثي عندي دراج انديوسد مايوباثي والاشياء كذا لكن ككم المريض ما عنده شيء حاجه لا هو بيعمل انتي اوكسيدانت يعني انتي ثرومبوتيك بيعمل فوسفوليبيس 2 وبيساعد في عمليه الانفلاميشن. وفي حالات المايلد كيس في الروماتويد ارثرايتس بيستخدموا هيدروكسيكلوروكوين من ضمن الاشياء المهمه وخصوصا في السيستميك لوبس بيستخدموه كثير جدا. دكتور في سؤال الاخير يقول ان اساسا يعني معنى السؤال انه في اساسا البون دنسيتي الدكس سكان والالترا ساوند كيف الاكيورسي حقهم؟ والله شوف يا محمد بالنسبه للدكسا تمام الدكسا هذه الدول انرجي اكس راي ابسوربومتري تمام هذه هو عباره عن نوع من الاكس راي بيستخدمونها عشان يشوفوا البون دنسيتي حق البون نفسه تمام دي وجدوا انه 50% من الحالات اللي بيعملوا لها دكسا الدكسا بتطلع نورمال بالرغم ان المريض عنده فراجيليتي فراكشر فهمت قصدي فعشان كذا في الاوستيبروس الدكسا ظهروا بروتوكول جديد اسمه فراكس
يعني في فراكشر تول اسسمنت، يعني في كمبيوتر بروجرام كده بتسأل المريض أسئلة معينة بتقيس الرسك حق الفراكشر اللي بيحصل للمريض خلال 10 سنوات. فهي الديكسا بتستخدم في الدياجنوسيس، لكن ما بيعني ان المريض خلاص عنده ديكسا نورمال، ما بيعني ان المريض لا، وجدوا 50% من الحالات يكون عند المريض الديكسا حقه نورمال وعنده فراجيليتي فراكشر، عشان كذا جابوا الاذر تول اللي بتستخدم في الاسسمنت اوف ذا بون مينرال دنسيتي، مثل الفراكس، مثل الكوانتيتيف سي تي، مثل وغيره من بعض الحاجات اللي انا مش ذاكرها الان. حتى دكتور هنا عندنا اللي ملاحظه هنا في السعوديه، هنا اي واحد عنده تي سكور يعني زي ما قلت انت سالب 2.5 على طول دنسيوماب. انا ما ادري صراحه كيف وضع في اليمن، صراحه ما طبقت الامتياز هناك يعني. انا بقول لك حاجه يا محمد، يعني الديكسا تمام هي بتشتكي بتهم بهمها زي ما قلت انت تي زون، وفي حاجه يسمونها زد زون. الاهميه فيهم انه الزد زون لو كان المريض بريميني بويز، يعني بريميني بويز كوومن او الميل اللي هو اقل من 50 سنه، دائما عندما تقرا الديكسا تبص على الزد سكور، لكن لو بوست ميني بويزر لا، تبص على الزد سكور وزي ما النسبه انت ذكرتها الماينس 2.5 عشان تشخصها. لكن قضيه العلاج، انا استخدم دينوزوماب. دينوزوماب يا شباب هو عباره عن مونوكلونال انتي بودي، يعني الاوستيوبلاست الموجوده في الجسم بتحتوي على ريسبتور يسمونه رانكل، والاوستيوكلاست والبروستيوكلاست فيها برانك ريسبتور تمام. المون الدينوزوماب اللي ذكره محمد هو مونوكلون انتي بودي يمسك على الرانكل، فما بيخليها ترتبط مع الرانك حق الاوستيوكلاست، فيمنع الاوستيوبروسيس تمام. الدينوزوماب غالي، مش رخيص يعني. عندنا بالنسبه لليمن انا بصراحه بصرف لهم يا محمد الانتي ريزوربتيف درج اللي هو البيسفوسفونات يعني. لكن بعضهم بيقول لك البيسفوسفونات في الجليكو في الجليكوكورتيكويد ما بيفيد كثير، لانه انت في الجليكوكورتيكويد السايد افكت حقه على الاوستيوبلاست، وانت في الاوستيوبروس الاوستيوكلاست عالي. لكن الدينوزوماب لا، الدينوزوماب بيعمل بريفنت للانتر اكشن، وبيستخدمونه في حالات الرينال بروبلم، خصوصا في الرينال بروبلم بيستخدمونه في الجليكوكورتيكويد انديوسد استيبروس. لكن الفاينانشال هنا بالنسبة لنا نحن بالنسبة في اليمن بصراحة صعب جدا زي ما قلت انت بريك يعني. لا هو اصلا قلت لك دكتور احنا بحكم انه كلهم على حساب الدولة، فهمت علي يعني؟ اي واحد مواطن سعودي على حساب لا. الدولة ف هنا في السعودية قلت لك فهمت علي، فالوضع يختلف شوية فما عندهم اي مشكلة. ربنا يصلح بلادنا ان شاء الله يعني، ويوم نفرح يكون في عندنا ان شاء الله كذا تأمين. حتى السايد افكت حقه يا محمد الدينوزوماب مش كثير يعني، مثلا هايبوكالسيميا المريض تعطيه كالسيوم فيتامين دي قبل، ممكن يكون عند المريض لو باك بين بتعطيه انالجيزك عالي، ممكن يكون عند المريض اصحاب المالجننت بيستخدمونه اوستينيوكروس اوف جاو والاشياء دي، لكن فيري رير. بعكس البيسفوسفونات المريض بتخليه بانستراكشن عالي، مثلا المريض يكون فاستنج، المريض يكون ابرايت، المريض بيكسسف بلنتي اوف ذا ووتر عشان يتجنب الكومبليكيت اللي بتحصل عندهم، او ان المريض بتكون مثلا بريجننت، فزي ما تعرف البيسفوسفونات يبقى في البون 10 سنوات، ففي تحفظ على اساس انه هل يستخدم في اللايد بيرنج ايج ولا لا. فالنقطه دي الفاينانشال يشتغل فيها ممكن اكثر من ساينتفيك كعندنا في اليمن بصراحه. هذه الاسئله كلها صح دكتور، والله ما شاء الله تبارك الله افدت كثير، وما حسيت بالوقت معك يعني، محاضره طيبه. حبيبي دكتور محمد والله هذا من اصلك، والله متشكر لك من الجهه دكتور يعني، والله اتمنى لكم كل خير، وان شاء الله اي خدمات اي تبغوا محاضره ثانيه انا مستعد في روماتولوجي ان شاء الله تعالى اكون على حسن ظنكم يعني. باذن الله تعالى اكيد بنحاول نعمل جدول للمحاضرات ان شاء الله بعمرنا الفتره القادمه. تحياتي لك يا غالي وكل الزملاء، ولو في غلطة فنحن بشر ونصحنا فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق. تحياتي لكم جميعا يا محمد. اللهم أمين. تصبح على خير دكتور، سامحنا على التأخير معك، الله يجزاك. بحفظ الله يا غالي، بحفظ الله يا غالي، يا أمان الله. شكرا لكم جميعا لحضوركم، نلتقي بعون الله في أيام في محاضرات قادمة، شكرا لكم. تحياتي.